في حد من زمايلكم جه سالني في اخر محاضره؟ الاجابه لا، لسه في الاسبوع ده، النهارده لسه حاجه 20/4، الامتحان لسه 18/5. نعم؟ مسابقة؟ نعم؟ طب قلت حاجة 9 واحنا الاسبوع ده كام؟ حط عليهم 7 يطلعوا كام؟ 5. يبقى الحصة هتبقى يوم 5/5 ولا 4/5، شوية قبل الامتحان. فالنهاردة بإذن الله، لكن برضه عشان أوريكم إن أنا طيب، النهاردة هديكم محاضرة واحدة، والأسبوع الجاي هديكم محاضرة واحدة. لكن خلاص هديكم المرة دي محاضرتين، والمرة الجاية محاضرتين. يعني زي ما تحب، زي ما تحب. لا، الأسبوع الجاي هيبقى عندنا محاضرة، هتبقى الحصة اللي تالتة زي دلوقتي، وهتبقى محاضرة واحدة. ليه؟ عشان دي مش هتكون مرة مرتين، وليه المرة الجاية مش هتبقى مرتين؟ لأنه الحاجة اللي بتاخدها دلوقتي نوعا ما جديدة، فيبقى عندكم عشان وقت تفهموا. خاصة إنه برضه إحنا ابتدينا البريد سيستم من أنهي محاضرة اللي فاتت؟ هيبقى في سؤال في الامتحان على البريد سيستم. السؤال ده حالي من الأربعة. فده السبب إني عايز الحاجة تبقى بالراحة، وأنا قلت للمعيدين إنه اديتهم الماتيريال وهم هيساعدوكوا في السكاشن. كده واضح؟ لسه في حد معترض؟ في آخر المحاضرة اللي فاتت شفنا إزاي هنسويتش ما بين ثلاثة سريع. وقلنا هنعمل ايه؟ قلنا هنعمل لينكد ليست. اللينكد ليست دي فيها على الاقل 2 اليمنت بيشاوروا على الثريدز اللي المفروض بتشتغل في نفس الوقت. الثريد اللي المفروض بتشتغل في نفس الوقت. قلنا الثريد اللي بتشتغل في نفس الوقت دي ليها كام ستيتس لحد الوقت اللي احنا خدناها؟ 4 ستيتس. كده ايه هم؟ ران اجين، ران اكتف، واجين وبلوك، واجين وستيز. دول الاربع ستيت اللي خدناهم، ران وبلوك واكتف وستيز. ران ده الثريد اللي واخده مين؟ البروسيسور. واكتف معناها ايه؟ او ريدي، انه البروسيس جاهزه بس ما عليهاش الدور تاخد ايه؟ سي بي. وبلوكت معناها ايه؟ بلوكت معناها ايه؟ اكزاكتلي. بلوكت معناها ايه؟ محتاجه ايه مطار. وسليب انا اللي قلت لها روحي استني شويه. دول الستيتس اللي احنا خدناه. الستيتس دول في واحده عشان نخرج منها لازم استنى ايه؟ البلوك. عشان اخلص ايه؟ اخرج منها لازم استنى ايه؟ انبوت اوت. في البلوك ده لازم استنى ان الانبوت اوت يبقى ريدي. لازم استنى سيجنال. سيبنا من السليب دلوقتي. البروسيس اللي هي ران واخده السي بي يو، هسيبها ايه دلوقتي؟ اما التايم سلايس يخلص. واما التايم سلايس يخلص اروح اجيب البروسيس الثانيه من فين؟ من دلوقتي. ايه الحاجه اللي هتقول لي ان التايم سلايس خلص؟ السيستم. اخلي السيستم ده التايم بتاعها ايه؟ يساوي التايم سلايس. واخلي لما التايم سلايس يجي اخليها جنريت ايه؟ انترفل. مين فاهم الكلام ده؟ مين عارف ان السيستيك ليها 2 مود؟ المود اللي خدناه
في الأول اللي هي كل الحكاية. أنا بروح على الريجستر بتاع التايم وأعمل بيه إيه؟ أتستو. أما يبقى بصفر أبقى عرفت إيه؟ إن التايمر خلص. ده المثال اللي كنا استخدمناه وإحنا بنمودل الإشارة ولا بنمودل أي حاجة. خدنا بعد كده حاجة تانية، السيستم أخليها تعمل إيه أما التايم يخلص؟ تعمل إنترنت. يبقى دول التو مود بتوع السيستم. مين فاهم الكلام؟ أي مود هنا عايزين نستخدمه؟ أقول أنت أنا السكيتلر بتاعي هحطه في السكيتلر بتاعي أحطه في السيستيك هاندلر. السيستيك هاندلر ده هيتنفذ إمتى؟ السيستيك هاندلر هيتنفذ إمتى؟ أما يجي الانترابت. الانترابت بتاع مين؟ بتاع السيستيك. الانترابت بتاع السيستيك ده هيجي لي امتى؟ اما التايم سلايس تخلص. مين فاهم الكلام ده؟ يبقى اي اوبريتنج سيستم في الدنيا بيعمل كده. الاوبريتنج سيستم بيعمل ايه؟ بياخد التايمر اللي عنده في الحاله دي والسيستيك، يجي يقول له ايه؟ انا التايم سلايس بتاعي قد كده. في ثريد او بروسيس هتاخد مين؟ البروسيس هتقعد شغال لحد امتى؟ لحد ما التايم سلايس يخلص. اعرف التايم سلايس خلص امتى؟ من ان السيستيك هاندلر بقى بواحد. هروح انفذ السيستيك. السيستيك ده اللي هي هتخليني الهاندلر ده اللي هخليني هسويتش ما بين الثريد. ده اللي هيخليني اسويتش ما بين الثريد. ما بين اني ثريدز؟ الثريد اللي هي ران والثريد المقوله الثانيه اللي هي ايه؟ اكتف. هسويتش ما بين الاثنين دول امتى؟ اما يجي التايم سلايس. المفروض اعمل ايه؟ في ثريد شغاله على البروسيسور. لازم قبل ما تسيب البروسيسور تخزن ايه؟ الكونتكست بتاعها. ايه الكونتكست بتاعها؟ شويه ريجستر والبروجرام كاونتر والستاك والستيتس ريجستر. البروسيس اللي واخده البروسيسور هشيل منها البروسيسور بس هرجعها لها تاني. يبقى لازم ابقى عارف انا واقف فين؟ البروجرام كاونتر. انا في اي حته في الستاك؟ في الستاك بوينتر. جنرال بيربوس ريجستر لازم اخزنه. الحاجات دي كلها والستيتس ريجستر. الكود عملت نيجاتيف ولا بوزيتيف كونفرجن ولا عملت. يبقى دول شويه الحاجات اللي لازم اخزنها. اخزنهم فين؟ اخزنهم في الستاك. بعد ما خزنتهم في الستاك المفروض اعمل ايه؟ اجيب البروسيس اللي عليها الدور واحطها فين؟ اديها البروسيسور. اديها البروسيسور. ازاي هديها البروسيسور؟ انت اجيب المعلومات اللي كانت عندها موجوده في الستاك واحطها فين؟ ان كان ستاك بوينتر ولا ان كان بروجرام كاونتر ولا ان كان ريجستر. مين فاهم الكلام؟ مين مش فاهم؟ كلكم فاهمين؟ ادي السويتش ده، السريد سويتش ده مكتوب بالاسمي. بقول له ايه؟ خلونا الأول ما بين الخطين دول. قلنا في بروسيس واخدة مين؟ السي بي يو. أنا عايز قبل ما أخليها تشيل السي بي يو أعمل إيه؟ أخزن الريجستر بتوعها في الستاك. أخزن الريجستر في الستاك إزاي؟ ان انا هنا واخد الريجستر من 4 على 11 اعمل لهم بوشن في الستاك. دول مش كل ريجستر، دول شويه منهم، هنشوف الباقيين هنعملهم ازاي. يبقى من 4 على 11 ده احطهم في الستاك. المفروض اعمل ايه دلوقتي؟
اجيب البروسيس اللي عليها الضوء. اجيب البروسيس اللي عليها الضوء. هجيب البروسيس اللي عليها الضوء ازاي؟ مين البروسيس اللي عليها الضوء في الدايجرام ده؟ الران بوينتر ده بيشاور على اي بروسيس او اي ثريد؟ الران. هاخد النكست بتاعها ده واروح هنا. ده يبقى دي الثريد اللي عليها الضوء تاخد ايه؟ البروسيسور. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ تاني الران بوينتر ده بيشاور على البروسيس اللي قاعده على السي بي. هاخد النكست ده واشاور بيه على اللي ورا. هنا دي المفروض تبقى ايه؟ الران ولا مش معايا؟ مين معايا؟ انه الران ده هخليه شاور على البروسيس الجاي. بعد كده عايز اعمل ايه في الريجستر الاليمنت ده؟ الاليمنت ده دلوقتي قلنا بيشاور على ايه؟ لو تفتكروا من المره اللي فاتت على البروسيس اللي بترن، الاليمنت ده بيشاور على ايه؟ على الاستاك الحقيقي اللي هو مشغلها البرنامج ده. لكن انا عايز احط هنا ايه دلوقتي؟ انا عايز احط هنا ايه دلوقتي؟ مين نام؟ الاستاك اللي حطيت فيها الحق. في واحد عارف؟ في حد تاني عارف؟ بص كده معايا. الران بوينتر ده بيشاور على مين؟ على البروسيس اللي واخده البروسيسور. انا ناوي اخليها تسيب البروسيسور ولا لا؟ ناوي ليه؟ عشان اشغل ايه؟ طب لازم احط هنا ايه؟ الستاك بوينتر اللي بيشاور على ايه؟ على شويه الريجسترز اللي انا احطهم، اللي انا عملتهم فين؟ بالبوش ده. اللي انا عملتهم في البوش ده، يعني انا عايز الستاك بوينتر ده اخليه يتحط فين؟ يتحط هنا. هنا دي اللي هي ايه؟ الران بوينتر بيشاور على دي. حطيته في الريجستر زيرو. والكونتنت بتاعت الريجستر زيرو ده حطيتها في R1. والستاك بوينتر هخزنه في المكان اللي بيشاور عليه R1. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ المكان ده بيشاور عليه الران بوينت. معايا ولا لا؟ مين مش معايا؟ مين نام؟ كم واحد نام؟ كم واحد بص نام؟ طب والباقيين فين؟ لو فاهمين ولا نايمين؟ انتوا فاهمين ايه الداتا ستراكشر ده ولا لا؟ مين كان بيحضر المره اللي فاتت؟ ده اللي بيقول لي ايه؟ ايه اللي جاي عشان السكيدولر ياخده؟ دي الران ودي الاكتف. في الران دي بيشاور عليها الران بوينتر. الران بوينتر ده عايز احط هنا الستاك بوينتر اللي خزنت فيه الحاجات دي. الحاجات دي مين اللي بيشاور عليها؟ بيشاور عليها الستاك بوينتر. الستاك بوينتر ده عايز اخزنه هنا. عشان اخزنه هنا هعمل ايه؟ السطرين دول. خدت الران بوينتر وحطيته في ار زي. ادي ده عنوان المكان ده. الكونتنت بتاعت المكان ده حطيته في ار 1. وبعد كده الستاك بوينتر حطيته في ار. يبقى كده خزنت ايه؟ الستاك بوينتر هنا. خزنت الستاك بوينتر هنا، يبقى خزنت كده الانفورميشن بتاعت ايه؟ البروسيس اللي انا ناوي اركنها واحطها فين؟ في الاكتف. واني بروسيس اللي بقت ران دلوقتي؟ اني بروسيس اللي المفروض تبقى ران؟ ده. تعال بص كده.
ار واحد يشاور على الران بوينت. قلت له يبقى عليه اربعة يبقى هيشاور على ايه؟ على ال يو كده. الار وان ده يشاور على ايه؟ على النكست. بعد كده هاخد العنوان ده واحطه في ارزي. بعد كده اللي موجود في ار وان ده اللي هو الستاك ده هحطه في الستاك ده وهروح ابوب الاليمنت بتاعت انسريت. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ مين مش فاهم خالص؟ انا عايز اجيب بيانات البروسيس اللي عليها الدور. بيانات البروسيس اللي عليها الدور دي متخزنه فين؟ في الستاك. مين اللي بيشاور على الحته في الستاك اللي متخزنه فيها البيانات دي؟ الاليمنت. الاليمنت ده هجيبه من فين؟ ده النكست ده بيشاور على المكان. يبقى لو خدت المكان ده وحطيته في الستاك بوينتر بقت الستاك بوينتر بتشاور على مين؟ على الاليمنت اللي هي بتاعت البروسيس اللي كانت مستنيه. مين لسه مش فاهم؟ قول فاهم ولا مش فاهم؟ مين فاهم قوي؟ ولا واحد؟ مين مش فاهم خالص؟ برضه ولا واحد؟ مين فاهم نص نص؟ طب خلينا مع النص نص العين. الاولانيه دي باينه ولا لا؟ النص ده مين فاهم كويس دلوقتي؟ النص ده عمل ايه؟ حط الستاك بوينتر بتشاور على مين؟ الستاك بوينتر دي بتشاور على مين؟ على الحاجه بتاعت البروسيسنج. على الحاجه بتاعت البروسيسنج. هنا بقى دي البروسيس اللي هنا اللي بقت ايه؟ مين دي كانت ران؟ مين فاهم دي؟ كلكم فاهمين؟ يعني ايه ران؟ هي اللي واخده البروسيسور. الستاك بوينتر بتاعتها هي الستاك بوينتر اللي بتشاور على ايه؟ على الستاك بتاعتها. دي اللي ريدي. انا عايز اعمل الريدي دي ايه؟ ران. عشان تبقى ران لازم اعمل ايه؟ اجيب الريجستر بتاعها. الريجستر بتوعها قبل كده كانوا متخزنين فين؟ في الميموري. حته في الميموري، مين اللي بيشاور عليها؟ البوينتر ده. مين فاهم؟ مين لسه نص نص؟ ايه اللي انا عايز اعمله بقى؟ عايز اخلي البوينتر ده يبقى هو الستاك بوينتر. عايز اخلي البوينتر ده يبقى هو الستاك بوينتر. عشان لما بوب يجيب لي ايه؟ الاليمنت بتاع الريجستر. مين فاهم؟ قول. نعم. ده بستور ستاك بوينتر فار وان. ده انهي ستاك بوينتر؟ اللي كان شغال دلوقتي. ده بقى انا عايزه يشاور على ايه؟ اماجي. اماجي عايزه يشاور على ستاك بوينت فاروح انا مخزنه في ار 1 هنا. مش دي الادرس بتاع ار 0؟ نعم؟ مش دي الادرس بتاع ار 0؟ فين؟ هو ار 0 ولا ار 1؟ ما ار 1 وار 0 هم. يعني ده الصدر الثاني مثلا. الار 0 ده؟ الادرس وار 1 ده ار 0 حطيته في ار 1 والادرس ده الستاك بوينتر حطيته في الادرس ده.
نعم؟ الران بوينتر ده بيشاور على مين؟ ده عباره عن ادرس حطيته فين؟ في ارزي. خدت الكونتنت بتاعه بيشاور على مين؟ على ده. على ده. ده الكونتنت بتاعته عايز احط فيها الستاك بوينت. مين لسه مش فاهم؟ مين فاهم؟ بص تاني. الران بوينتر ده بيشاور على ده. اللي كان هنا دلوقتي ما يفرقش معايا. انا عايز احط هنا ايه؟ بوينتر بيشاور على الحاجات اللي انا خزنتها دي. الحاجات اللي انا خزنتها دي هرجعها. عايز ارجعها من الستاك. عملت ايه؟ حطيتها وبقى عندي هنا ستاك بوينتر بيشاور على الكلام ده. الستاك بوينتر اللي بيشاور على الكلام ده بتاع اي بروسيس اللي كانت في الران دلوقتي اللي هتبقى فين بعد كده؟ في الريدي. اما تروح في الريدي المفروض الاقي هنا ايه؟ الستاك بوينتر اللي لو عملت له بوب اجيب مين؟ شويه الريجستر دول. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ مين بيضحك عليا وقال لي فاهم ومش فاهم؟ طب شويه هنا دول بقى ايه؟ اللي هم ال 19 اللي في نص دول فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى ده حطينا هنا الستاك بوينتر بتاع مين؟ بتاع البروسيس دي هستخدمه امتى؟ اما اجي ارجعها تاني. اهو ده بقى اللي بيعمله ايه؟ نعم؟ انا هستور طيب اه؟ ما هي ار زيرو هي ار 1 هم دول هم دول. هو نفس الحاجه. انا ايه اللي انا عايز احط الستاك بوينتر دي فين؟ في المكان اللي بيشاور عليه الران بوينتر. بس. هنا بقى انا استخدمت ريجستر زايد ريجستر ناقص لكن هو هو. اللي انا عايز اعمله ان انا احط الكونتنت دي فيه اللي بيشاور عليه الران بوينتر. عايز اجيبهم بقى المره الجايه من فين؟ من المكان ده اللي بيشاور عليه مين؟ R1 زائد 4. R1 زائد 4 جابك الادرس ده. مين معاك؟ مين مش معاك؟ R1 جابك الادرس ده. الادرس ده اللي بيشاور على ده. يبقى لو خدت الستاك الرقم ده وحطيته في الستاك بوينتر هيشاور لي على ايه؟ على الحاجه بتاعت الحاجه اللي كانت في الريت. ده اللي انا عملته. جمعت على R1 4 وخدت اللي بيشاور عليه ار واحد حطيته في الستاك بوينتر وبعدين عملت بوب شويه ريجستر اللي موجوده في الستاك. مين فاهم؟ يبقى ده هنا النص الاولاني ده ايه؟ الحاجه اللي كانت في الرن حطيتها في الاكتف. والحاجه اللي كانت في الرن نيكست بقت هنا الرن. كده فاهمين؟ مين لسه مش فاهم؟ فاهمة؟ قولي. فاهمة ده؟ طيب. فاكرة اللينك ليست بتاع الرابع فين؟ لا ما هي فيها دي اللينك ليست. اللينك ليست فيها ايه؟ لو ده الرنبل الرقم اللي هنا ده ما يفرقش معاك. النكست ده هتشاور على الاكس. ايه اللي هيبقى موجود هنا؟ الستاك بوينتر بتاع ايه؟ بتاع مين؟ الاكتف. يبقى يبقى انا اول خطوه عايز اعملها اما اخلي دي اكتف اعمل ايه؟ اللي موجود هنا احطه في الستاك بوينتر. اهي بعد كده الحاجه اللي كانت اكتف الحاجه اللي كانت رابط المفروض احطها في ايه؟ حطيتها في الستاك. حطيتها في الستاك. الستاك بيشاور على ايه دلوقتي؟ على الحاجه دي. ايه العنوان بتاع الستاك؟ الريجستر اللي اسمه ستاك بوينتر. انا عايز اخزن الريجستر بتاع الستاك بوينتر ده فين؟ هنا. عشان اما ارجع المره الجايه
واجيب بيه الحاجه دي قدام. الحته دي اسمها ايه؟ ران بوينت. الران بوينتر ده هجيب عنوان بقى، عندي عنوان دلوقتي هخزن فيه لسه. مين لسه مش فاهم؟ مين فاهم؟ مين فاهم؟ بص بص، مين لسه مش فاهم اي حاجه؟ بالمناسبه دي هجيبها في التحدي، السؤال حواليها يعني، لكن دي في الامتحان عشان تقولوا زمايلكم ايه اللي جاي. بس لما اجي اتكلم على الحته اللي في الامتحان بقطعها تسليم عشان اللي ما بيحضرش ايه ما يعرفش، لكن دي هجيبها دي اختها المراه. يبقى ده ازاي بسويتش ما بين البوس، وانا بسويتش ما بين البوسس دي عايز ما فيش حاجه تعمل انترابت. انا هسويتش ما بين البروسيس السرنس، انا عايز وانا بعمل السرنس محدش يشيل الضرب، فعايز اعمل ديسيبل للانترابت، وبعدين في الاخر عايز اعمل سوبر ديسيبل للانترابت، وعايز في الاخر اعمل enable للانترابت. عايز اعمل disable للانترابت اي انترابت. ايه الانترابت اللي احنا كنا واخدينها لحد دلوقتي؟ الانترابت اللي على اي بورد دي كنا بنعملها enable وكنا بنعملها disable. لكن لو مش عايز انترابت يحصل خالص، في امر عندي اسمه امر اسم اسمه change processor status. ده اسمبلي انستراكشن، يعني ده زي الاد وزي الموف وزي اللود، اسمه تشينج بروسيسور ستيتس. في واحد اسمه تشينج بروسيسور ستيتس انترابت ديسيبل. اما عاوز ديسيبل الانترابت اكتب الامر ده تشينج بروسيسور ستيتس انترابت ديسيبل، هيرجع لي في الاي دي واحد. وعشان اعمل انيبل اقول له تشينج بروسيسور ستيتس انيبل دي، هيرجع لي في الاي دي. يبقى انا كده عملت ديسيبل للانتربت وكده عملت انيبل. ليه بعمل ديسيبل وانيبل للانتربت؟ ساعه ما اكون عايز اعمل مجموعه انستراكشن على انهم انستراكشن واحد. خلي بالك ساعة ما عاوز انفذ كل دول من غير ما يحصل لي انترابت، انا مش عايز حد غير الكام سطر دول اللي يغيروا الريجسترز اللي يغيروا الستيتس. فبقول له ما دام عملت ديسيبل للانترابت يبقى انا متاكد انه ايه؟ ان مفيش حد تاني هيقدر يشغل برنامج لحد ما اعمل له ينيبل، لحد ما اعمل له ينيبل. الحاجه اللي موجوده ما بين الديسيبل انتربت والانيبل انتربت بنسميها كريتيكال سيكشن. في الاو اس بيسموا حته فيها كريتيكال سيكشن، يعني ايه؟ الحته دي لازم تتنفذ كما لو كانت انستراكشن واحده. كما لو كانت انستراكشن واحده. هعملها ازاي؟ اعمل ديسيبل انتربت واعمل انيبل انتربت. واعمل انيبل انتربت. الاسمبلي بيديني انستراكشن تعمل لي ديسيبل الانتربت وتعمل لي انيبل، واللي في النص ده كله كريتيكال سيكشن بيتنفذ مره واحده. ليه؟ لان مفيش حد هيعمل لي انتربت. برجع من الهاندلر ازاي؟ برجع من الهاندلر بي برانش على الار، برانش على الار. تلاحظوا هنا ان انا مش كل الريجستر حطيتها في الستاك، مش كل الريجستر حطيتها في الستاك. ليه؟ الانستراكشن اللي اسمها
انيبل انتربت ديسيبل دي بالاضافه انها بتديسيبل الانتربت هي من نفسها بتخزن الريجستر من R0 R3 R12 والليك ريجستر والبروجرام كاونتر والبروجرام ستيتس ريجستر هي بتخزن دول في الاستك. عشان كده انا ما خزنتش غير دول في الاستك لان الانستر انا عايز اخزن كل ريجستر من 4 ل 11 عملتهم بوش وباقي الانستراكشن عملتها هيتعمل اوتوماتيك دي سي دي اس. يبقى الاستاك مش موجود فيها بس من 4 ل 11 موجود فيها كمان شويه الانستراكشن. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ كده احنا عملنا ايه؟ عملنا ازاي السويتش ما بين تو بروسيس ده السكيدجولر. السكيدجولر ده مين اللي هيكونفوكو السيستيك تايمر. يبقى لازم اعمل ايه؟ انشالايز السيستيك تايمر. انشالايز السيستيك تايمر ده بتايم مقداره قد ايه؟ تايم ستيك. ولا لا السيستم تايمر دي التايمر الثاني ده تايمر بره البروسيسور. زميلكم بيسال بيقول ايه؟ بيقول انتوا قلتوا لنا في كذا تايمر اللي جوه الكورتكس السيستم. باقي التايمرز دي موجوده فين؟ جوه البورد. جوه البورد اللي هي بتاعت التي في. لكن البروسيسور نفسه اللي هو الكورتكس ما فيهوش غير السيستم تايمر. فلو انا عايز اكتب اوبريتنج سيستم يا دوب يتبنى على الكورتكس يبقى استخدم السيستم. مين فاهم الكلام؟ نعم؟ مين فاهم الكلام؟ اوكي. نشوف بقى ازاي الجزء ده كتبتها بالاسمبلي. ليه؟ لان بتعامل مع ريجسترز كلها مباشره، بتعامل مع ريجسترز كلها. هل ممكن اكتبه بالسي؟ ممكن اكتبه بالسي. تعالوا بقى نشوف التايمر هنشغل ازاي. اللي هيفهم الحته دي هيبقى فاهم الناحيه وهيعرف يكتب اي اوبريتنج سيستم بعد كده. كل الاوبريتنج سيستم احنا قلنا الاول ان احنا عندنا ايه؟ عندنا لينكد ليست بنضيف عليها الثريد بفانكشن خدناها المحاضره اللي فاتت اسمها اد ثريد. اد ثريد دي كنا خدناها في المحاضره اللي فاتت واتفقنا ان الاد ثريد دي عايزه تدي ايه للاوبريتنج سيستم. عناوين الثريدز. عناوين الثريدز ديت اللي هي عباره عن ايه؟ عن بوينتر تو فانكشن. البوينتر تو فانكشن دي بتشاور على ايه؟ بتشاور على الكام تاسك اللي انا عايزهم يشتغلوا كونكرنت. مين فاهم الكلام ده؟ ولا واحد؟ المحاضره اللي فاتت طبعا ما ذكرتوش فرقت. المحاضره اللي فاتت في اخر المحاضره خالص كده وانتم بتلموا الحاجه وكنتوا خلاص ايه؟ كنا كتبنا ثلاثه فانكشن اسمهم ايه؟ واحده اسمها تاسك 1 وواحده اسمها تاسك 2 وواحده اسمها تاسك 3. تاسك تاسك واحد وتاسك اثنين وتاسك ثلاثة لما تحطه في الميموري هيتحطوا فين؟ في أي مكان في الميموري. عايز أجيب عنوان الفانكشن اللي اسمها تاسك 1 أجيبها إزاي؟ الأدرس بتاع تاسك 1. عايز أجيب عنوان الفانكشن تاسك 2 أجيب إيه؟ الأدرس بتاع تاسك 2 الأدرس بتاع تاسك 3. مين معايا في الكلام ده؟ أد ثريد كنا عايزين نبعت لها إيه؟ التلات عناوين دول. التلات عناوين دول اللي أحط فيهم عناوين الفانكشن. اللي هم دول نيتهم المفروض هيتحطوا فين بعد كده؟ في البروجرام كاونتر. المفروض هيتحطوا في البروجرام كاونتر. وكنا قلنا في الستات بتاعتنا هنحط الريجسترز ومعاهم ايه كمان؟ البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر لو قطعت فانكشن وهرجع لها تاني اجيب العنوان بتاع الاستراكشر اللي انا واقف عليها من فين؟ من البروجرام كاونتر. لو الفانكشن لسه ما ابتدتش لو الفانكشن لسه ما ابتدتش المفروض احط في البروجرام كاونتر ايه؟ الادرس بتاع الفانكشن. الادرس بتاع الفانكشن دي
الفانكشن اللي اسمها اكسري اللي خدناها المره اللي فاتت هتروح واخده العنوان ده وحطها فين؟ في الستاك في الخانه اللي هيتحط فيها مين؟ البروجرام كاونت. عشان كده لما اجي ريتريف الحاجه بالستاك هاخد البروجرام كاونت ده واحطه في البروجرام كاونت ايه اللي هيحصل؟ الفانكشن مش في فاهم الكلام ده؟ طب لما تروحوا تذاكروا ادي سبريد النهارده ادي دي اكسري. دي ايه هتعمل الفانكشن ده المين بتاعي المين بتاعي ده يعني ايه انا عندي ريال تايم اوبريتنج سيستم اللي انتوا هتشغلوه على التيفا بتاعتي انت عايز تعمل ايه انت عملت مشروع بيقيس المسافه وربما يكون في حد فيكم عمل مشروع تاني عشان يخلي بتاع الزرع واحد ينور الليد ادي ثلاث برامج ادي ثلاث برامج مش محتاجه اجيب ثلاثه تيفا وشغلهم خاصه انه الفريكوانسي بتاعهم كله حاجه بسيطه انا عارف ان انا الاول عايز اقيس المسافه وبعد شويه اشوف لو المسافه دي جت انور لمبه لو مسافه ثانيه جت ازمر يبقى محتاج ثلاثه فانكشن الثلاثه فانكشن دول هما تاسك واحد وتاسك اثنين وتاسك ثلاثه انا من الاول عرفتهم رحت كاتبهم على انهم فانكشن وحطيتهم قبل الهيم والفانكشن اللي اسمها وقست ادس ريد دي هتاخد عناوين الفانكشن دي وتعبيها فين في الداتا ستراكشر اللي هو بيعبر لي عن ايه عن اللينك ليست اللي بتعدي البروسيسور عايز بعد كده اشكل السكيدجول السكيدجول في حالتي ده هو الاوبريتنج سيستم انا مش واخد هنا بالاوبريتنج سيستم حاجه غير السكيدجول خدت طبعا الاوبريتنج سيستم في حاجات كتير اخدتهم السكيدجول بقول له ايه حط على السكيدجول ده ثلاثه تاسك واعمل لي انشيلايزيشن للاوبريتنج سيستم ايه بقى الانشيلايزيشن للاوبريتنج سيستم ايه الحاجه اللي انا هستخدمها عشان اعمل بريمبتيف للتاسك الحاجه اللي انا هستخدمها عشان اعمل انترابشن للتاسك السيستيك تايم في الاو اس ان ده الكلام اللي انتوا عارفينه هديسيبل الاول السيستيك تايم بعد كده هحط الكاركت بتساوي زيرو بعد كده هخلي البريورتي بتاعته سبعه كده عملت انشاليزيشن لمين؟ للسيستيك مين فاكر الكلام ده؟ مين ذاكر السيستيك؟ مين ما ذاكروش؟ اللي ذاكروا دول الثلاث خطوات اللي بيعملوا. يبقى ادي الاو اس ان بقول له اعمل الاو اس ان وبعدين اكسر الاو اس ان ده هوبا ده عايز اشغل الاوبريتنج سيستم. يعني ايه اشغل الاوبريتنج سيستم؟ عشان اشغل الاوبريتنج سيستم عايز اعمل ايه؟ اشغل التايمر. التايمر اول ما يشتغل هيحصل انتربت. اما يحصل انتربت هيشغل مين؟ سيستيك هاندلر. اما يشغل السيستيك هاندلر ده هيروح يعمل ايه؟ يسويتش ما بين البروسيسز. يسويتش ما بين البروسيسز ما بين كل واحده والثانيه. تايم مقداره قد ايه؟ تايم ستانس. مين فاهم الكلام الفارغ اللي بقوله؟ مين مش فاهم؟ تاني انا خلاص جهزت التايم وخلاص بديت اللينك ليست. اللينك ليست بتاعتي دي في الاول خالص اول لقطه ليها موجود فيها ايه؟ البروسيس اللي انا ناوي اخليها اول واحده تشتغل اخلي مين يشاور عليها؟ الرب. وكل البروسيس دي هنشتغلز البروجرام كاونتر بتاعها بايه؟ بالادرس بتاع الميموري. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ تاني في الاول بنيت اللينك ليست اللي انا كنت كاتبها من شويه. الران بوينتر هيشاور على مين؟ على الاليمنت اللي ناوي نشتغل. في كل الستاب بتاعتهم في حاجه اسمها بروجرام كاونتر احط فيها ايه؟ العنوان بتاع التاسكات دي اللي انا عامله ادرس بتاع تاسك 1 ادرس بتاع
وهبتدي اشغل الاوبريتنج سيستم وهبتدي اشغل الاوبريتنج سيستم. الاوبريتنج سيستم هيشتغل لحد ما يعدي ايه؟ تايم سلايس. قبل ما يعدي تايم سلايس ايه اللي هيحصل؟ السيستم هتعمل انترابت. السيستم هتعمل انترابت هتشغل ايه؟ البرنامج الاسمبلي اللي انا كنت كاتبه من شويه. البرنامج الاسمبلي ده هيعمل ايه؟ هيسويتش على البروسيسنج. التايم بتاعهم قد ايه؟ تايم سلايس. انا عايز اقول للتايمر ايه؟ اشتغل تايم سلايس. فعندي فانكشن اسمها او اس لاتش. السيستم الريجستر اللي اسمه ريلود احط فيه التايم سلايس. وهقوم السيستم. اتفقنا السيستم عشان يقوم في اول 3 بيت في الريجستر واحد بتاعه بيعمل ايه؟ بيانيبل وبياخد الكلوك وبياخد وبيانيبل الانترابت. دول الثلاث وحالي بانيبل السيستم وبانيبل الكلوك اللي بتبدا الكلوك وبانيبل الانترابت. دول اللي انا كنت عامل لهم هنا هنا وقفت السيستم قبل ما ابتدي الاوبريتنج سيستم. عملت سيت اب. عملت سيت اب ازاي؟ عمليا بحدد البريورتي. بحدد البريورتي. خليت البريورتي قليله ليه؟ عشان ده التايم. بعد كده على الريلود حطيت التايم سلايس ناقص واحد. التايم سلايس ناقص واحد ده معناها ايه؟ معناها ايه التايم سلايس ناقص واحد ده؟ زي ما كنا بالظبط بندخل التايم في ايه؟ في كل الامثله اللي خدناها على السيستم. وده عشان احسبه لازم احسبه زي ما كنت بحسب ايه؟ مين فاهم؟ مين فاهم كنا بنحسب التايم ازاي؟ بناخد الفريكوانسي وبنقسم الفريكوانسي وبنشوف العدد. مين فاكر الكلمتين دول؟ هما دول. هاخد تايم سلايس ناقص واحد واحطه في الريبورت واشغل التايمر. بعد ما شغلت التايمر يبقى كده ايه اللي هيحصل في البلوك؟ كل ما يعدي تايم سلايس ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انترابت. كل ما يحصل انترابت ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل الفانكشن اللي كان اسمها ايه؟ سيستيك هاندلر. جوه السيستم هاندلر ده اللي هنستخدم فيها ايه؟ السويتش اللي هو السكيدولر. بعد كده هو انا في سنة والاستراتش. يبقى البرنامج اللي انا كاتبه ده الابلكيشن ومنه فيه الاوبريتنج سيستم. ومنه فيه الاوبريتنج سيستم. يعني ايه منه فيه الاوبريتنج سيستم؟ الاوبريتنج سيستم في حالتي ده اللي هو مين؟ الاوبريتنج سيستم. انا جزء الاوبريتنج سيستم انا حاطه ايه؟ السكيدولر. البرنامج ده عبارة عن سكيدولر والإكسكيوشن بتاع البرنامج. مين فاهم؟ مين مش فاهم؟ ايه ستارت او اس؟ نعم؟ ستارت او اس هو ده؟ هو ده؟ ستارت او اس دي او اس ان ودي او اس لانش استدعي اكتب لكم الفانكشن. الاول مين فاهم مين مش فاهم؟ ممكن احط البريوتي اللي بحطه هنا انا بقول له ايه؟ مش فاهم ال تايم سلايس اللي حاطه هنا انا حاطه في سيمبوليك كونستنت. اصلي ده بتقول في الانشراليزيشن على طول ايه؟ ممكن احطه هنا وممكن احطه فوق خالص على انه سيمبوليك كونستنت. ممكن. بس هو في الاخر دايما هيبقى عباره عن ايه؟ هتقصد ان انا بدل ما اعمله في كل وقت هي ان انا في ده انا هبتدي امتى الحاجه؟ اول ما اقول له هو سويتش. بعد كده الابلكيشن بتاعتي هي اللي هتشتغل. الكلام ده مش هيشتغل. مين فاهم الكلام ده؟ الاو اس سويتش اللي كنا عملناه بأي طريقه؟ ازاي عملت سويتش ما بين البروسيس المختلفه والسند المختلفه؟ بالسيستم هاند. طب في الاول ده اللي هو
ستارت بوكس خليني بالك كده. السيستيك هاندلر ده بيسويتش ما بين ايه وايه؟ ما بين شويه بروسيس شغالين. طب في اول لحظه مين اللي المفروض يشتغل؟ البروسيس اللي بيشتغل عليها مين؟ الران فوليوم. ده الفانكشن اسمها ستارت تو اس هكتبها لكم دلوقتي على طول. مين فاهم الكلام ده في الاول؟ نعم؟ لان انا مش عايز حد ينترابت اي حاجه موجوده في الباك جراوند. يعني ازاي؟ عايز التايمر يشغل لي التاسكس دي على انها اقل من اللوج. ليه؟ ان انا افرض ان انا عندي كيرن شغال غير ده، انا مش عايز اعمل له انترابت. فالتايمر ده بينترابت مين؟ بينترابت دول. دول بينترابت دول. فده بيديله اقل من اللوج. ده بيديله اقل. لو اديته بريورتي عاليه معناها ايه؟ هينترابت اي حاجه. ليه؟ لانه في بروسيس تانية شغالة بالبريورتي عالية. أنا بقول له ده ما يشتغلش إلا على أقل بريورتي، اللي هما بنسميهم الفور جراوند بروسيس دي تبقى شغالة بأقل بريورتي. لو في حاجة في الباك جراوند اللي هي الاس تسمع شغالة على طول ما تعملهاش. تعالوا بقى نشوف الستارت تو اس. المعيدين بعتوا لكم الشابتر الكتاب بي دي اف ولا لا؟ الشابتر اللي احنا بنشتغل منه الجديد ده ده من كتاب تاني. المعيدين بعتوا لكم بي دي اف ولا لا؟ اه ولا لا؟ طيب يبقى افتكروا حد يبعت لي ايميل منكم النهارده هكوبي له عليه بي الكوبي بتاع الشابتر ده. الكوبي بتاع الشابتر. الاول ممكن نعمل حاجه عشان برضه تكسب وقت. مين فيكم يصور من الناس؟ كلكم مالكوش علاقه بحاجه؟ مين ياخد مني دول؟ ده نص الشابتر بتصور. ده نص الشابتر وهجيب لك النص التاني. وموجود فيها ايه كمان؟ initialization للريجستر. وموجود فيها اهم من ده ومن ده ايه؟ اهم من ده ومن ده موجود فيها ايه؟ البروجرام كاونتر. ان البروجرام كاونتر انا حطيته فيها ازاي؟ بان انا خدت العنوان بتاع الفانكشن وحطيته في ليست. مين فاهم كده؟ مين مش فاهم؟ هنا بقول له ايه بقى؟ الفانكشن اللي كانت هنا start to s لسه هبتدي. start to s دي هي اللي هتبتدي الاسكيدجول اللي هشغل السويتش هو السيستيك هاندلر. هقول له ايه؟ هات الران بوينتر اللي هو العنوان اللي موجود فيه مين؟ اللينكد ليست. حطه في ار 0. يبقى ار 0 ده فيه العنوان بتاع ايه دلوقتي؟ اول element. هجيب البيانات بتاعت اول element ازاي؟ الاول الستاك بوينتر
هجيب وارجع الريجستر من ار 4 ل ار 11 وهرجع الريجستر من ار 0 ل ار 3 وهرجع ار 12 وهرجع اللينك ريجستر وهرجع ار خلاص. بعد كده هينيبل الانتربت تاني وريد. يبقى ده الفانكشن دي اللي هتعمل ايه؟ اللي هتشغل لي بدل السويتش في اول مره اللي هي هتشغل لي اول ريجستر. هقف على كده ونكمل دي الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي المحاضره الجايه فيها سؤال في المفتاح فاقول زمايلكم يجوا لو عايزين يعرفوا يجاوبوا، وهتبقى حصه واحده بس عشان تروحوا تذاكروا امتحان المعمل كانكم بتذاكروا من المحاضره اللي هي الساعه 12:30 ان شاء الله.